مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في النور، حيث يشرفني وجود استاذ دكتور محمد سيد احمد استاذ علم الاجتماع السياسي للحديث عن زياره عمر البشير وايمانويل ماكرون لمصر وفي نفس التوقيت. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه خلينا نبتدي من عمر البشير، كان في سوريا وكان اول رئيس عربي يزور بشار الاسد بعد المحنه، وفي يعني ما يبدو انه بدء انفراجه لأزمة سوريا والسيطرة الكاملة لبشار مرة أخرى على سوريا، وبعد كده جه هنا، والنهاردة موجود عندنا أيضا مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى سوريا. صحيح. فيعني إيه إحنا عارفين طبعا دور مصر مهم جدا إزاي في سوريا، وإزاي إن الأطراف العربية الأخرى يعني نزلت في على رأي مصر، يعني في لقاء الأسبوع الماضي ما بين سامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الروسي كمان في نفس السياق، سياق حل الأزمة السورية. مصر لاعب رئيسي بتقوم بدورها العربي والتزاماتها العربية والتزامها خاصة تجاه سوريا، لأنه سوريا هي الامتداد الطبيعي للأمن القومي المصري. ناسيين الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي. صحيح. الاقليم صحيح. الشمالي كان هو سوريا. صحيح. ايام وحده مصر وسوريا. وانا فاكر ان انا يعني زرت قصر الشعب في دمشق، المكان اللي القى منه جمال عبد الناصر خطاب صحيح. الوحده. صحيح. وكنت فخور الحقيقه. أكيد. وجنبه السفاره المصريه، ومكان كويس جدا. ايه دلالات بقى ولماذا عمر البشير بصراحه؟ يعني عمر البشير، خلينا نقول ان عمر البشير اولا كان يتمتع قبل 2011 بعلاقات جيده مع دمشق، ده مبدئيا يعني. والرجل يعني اضطر انه يقطع علاقته بسوريا نتيجة تهديدات مباشرة بأنه سيحدث أو ستصل رياح الربيع العربي المزعوم إلى السودان، وبالتالي يعني اضطر أنه يمشي في الركب الأمريكي ويعني يتبع التعليمات الأمريكية ويلتزم بالتعليمات الأمريكية، ولذلك يعني تأخرت هذه الرياح، رياح الربيع العربي المزعوم عن السودان. هل الاضطرابات اللي موجودة حاليا في السودان، أكثر من شهر دلوقتي انترنت بيتقطع، هذه الناس ما بتخرجش للشوارع يعني بسهولة، يعني هل ده معناه بداية هذا الأمر وأنه قادم لا محالة؟ يعني أكيد، يعني هو ده ما يحدث الآن. لكن فكرة ينجح أو ما ينجحش دي يعني لها حسابات أخرى. خلينا نقول أنه أصلا عمر البشير حين ذهب إلى يعني سوريا أمس يعني السيد حسن نصر الله في حواره مع قناة الميادين لمدة 3 ساعات أفصح عن السبب المباشر والرئيسي لزيارة عمر البشير، قال أنه جاء برسالة من السعودية إلى سوريا. وبالتالي قبلها بيومين كانت السعودية بتقول أنها بتفكر في إعادة البعثة الدبلوماسية بتاعتها. صحيح. لأنه أصلا يعني السعودية كانت لاعب رئيسي في تمويل الحرب على سوريا، وبالتالي يعني التراجع، هذا التراجع إلى جانب حتى فكرة يعني عمر البشير ذهب بدعوة يعني أو برسالة يقول فيها للرئيس بشار الأسد لابد أن تعود إلى الجامعة العربية. فالرئيس الأسد كان رده يعني واضح وصريح على عمر البشير في هذا الصدد بأنه لن يعود إلى الجامعة العربية، هو ما خرجش منها. بالزبط. يعني الذين أخرجوه هم الذين يعيدوه. الكرة ليست في ملعب ليست في ملعبه ولكن في ملعب الآخرين، وبالتالي هو لا يعني بعد كل هذه الحرب، 8 سنوات من الحرب، هو طبعا يشعر بالتخلي الشديد. طبعا يشعر. لا يشعر. صحيح. خليج العربي. عشان كده هو دلوقتي مش في حاجة إليهم، هو يعني بقى في مركز قوة خاصة بعد الانتصارات اللي حققها جيشه على الأرض، تقريبا في يعني أكتر من 98% من الجغرافيا العربية السورية. صحيح. بيسيطر عليها الجيش العربي السوري. المعركة الأخيرة في الشمال السوري وفي إدلب، أعتقد يعني حتى برضك بعض التصريحات بتاعت السيد حسن نصر الله أمس بتوضح جزء كبير من أنه الجيش العربي السوري وحلفائه كانوا جاهزين لخوض المعركة، لكن تركيا أوقفت يعني الدخول بدعوة أو بدعاوى إنسانية، يعني أنه في هتبقى في مشكلات. لكن هو أيضا أكد على أنه تركيا في مأزق. ليه؟ لأنه من يسيطر في إدلب هي جبهة النصرة. طبعا. وجبهة النصرة مصنفة يعني عالميا بأنها تنظيم إرهابي. فكيف سيكون حل المسألة في إدلب سياسيا، رغم أن سوريا مع حل يعني المسألة سياسيا، لكن
خلينا نؤكد ان الرئيس الاسد احيانا في الفتره الاخيره تتفاوض الدول مع ارهابيين زي ما بيحصل في الحوثيين في اليمن. صحيح. لكن خلينا نؤكد في النهايه انه بغض النظر عن ماذا يحدث، انت بتتكلم وضع الحوثيين وضع مختلف لانه جزء من مكون اليمني، لكن انت بتتكلم على وضع جبهة النصرة في سوريا، هم جماعات مرتزقة جاءت من كل بقاع الأرض، وبالتالي انت ما بتتكلمش على يعني فصيل. ايوه له بعض الحقوق في الداخل، وبالتالي لا الوضع مختلف. عشان كده احنا خلينا نؤكد على فكرة انه سوريا مصرة بغض النظر، يعني الخيارات مفتوحة، بمعنى أنه سوريا وحلفائها الروسي والإيراني ومعهم حزب الله الذين خاضوا المعركة عبر 8 سنوات على استعداد للحل العسكري في أي وقت وحسم المعركة. أنا أعتقد أنه الرئيس عمر البشير حامل رسالة مهمة جدا بتقول أنه لابد على سوريا من الجماعة العربية، مش مهم مين اللي يرجع. طيب لكن خليني أسأل حضرتك، بشار الأسد يمثل علامة فارقة في السياسة العالمية دلوقتي، لأنه هو لم يستعد سوريا فقط كقائد مدعوم بأمريكا زي ما حصل مع رجب طيب أردوغان بعد محاولة الإطاحة به، زي ما حصل مع عمر البشير نفسه بعد إدانته من المحكمة العدل الدولية. صحيح. زي ما حصل في قطر وهو الأمير تميم يعني في مش مرغوب خالص باستمراره، لكن بشار يعني يغير المعادلة السياسية الأمريكية بالتحديد في المنطقة، يعني خلينا ده شرف سياسي وتاريخي طبعا، يعني خلينا نقول الحياة بقادة يعني سوريا. يعني أنا كتبت مقال يعني الأسبوع قبل الماضي بعنوان في ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. أيوة. قلت فيه ميلاد زعيم عربي جديد بالزبط. 2019 بتبشر بميلاد زعيم عربي جديد وهو بشار الأسد. صحيح. لأنه بالفعل بشار الأسد يستحق هذا اللقب، لأنه استطاع أن يصمد أمام هجمة شرسة في مواجهة الغطرسة الأمريكية التي ترفض زي ما حضرتك قلت كده أي يعني أحد يعني يقول كلام مغاير للكلام الأمريكي. استطاع كمان أنه الأزمة السورية دي وإدارة الرئيس بشار الأسد ليها أعادت للروسي يعني أو هي التي يعني أعادت القطبية في العالم من جديد طبعاً. وأصبح الروسي يقف له مكان طبعا مش له مكان على الساحة الدولية، ويستطيع أن يواجه الأمريكي. صحيح. ويستطيع أن يعني تعود القطبية من جديد يعني مثلما كانت ما قبل عام 90 يعني العنوان اللي حضرتك طرحته عنوان جيد جدا، لأنه في مثل هذه الأحوال وهو متكرر كثيرا أول ما يفكر فيه رئيس الدولة إلى من سيلجأ. ربما كان الرئيس المصري حسني مبارك هو الوحيد اللي تحمل أن يبقى رغم أي حاجة. صحيح. لكن عادة أول حاجة إيه هيروح فين، مين اللي هيديله حق اللجوء؟ لكن بشار بقي وانتصر. صحيح. وخرج من المعادلة الأمريكية. اللي خليني أسأل حضرتك عن السودان، يعني الناس بتتساءل ربما مش من الغريب ان هو عنده اضطرابات شعبية كبيرة وعنده مظاهرات بالملايين وبيطالبوا برحيله، بس خد بال حضرتك يا استاذ ايهاب انه في زياره سبقت زياره مصر، زياره عمر البشير لقطر. يعني ما خلينا برضك ما هديها لها يعني طبعا. قطر لها ايادي فيما يحدث بالداخل، قطر وتركيا لهم ايادي فيما يحدث بالداخل طبعا. السوداني، وخاصه ان عمر البشير تقريبا في المحور الاماراتي السعودي فيما يتعلق بالازمه الاخيره ما بين السعوديه والامارات وقطر، وبالتالي هو في هذا المحور بيخوض معاهم يعني العدوان على اليمن للأسف الشديد يعني بجيشه. لكن خلينا نؤكد أيضا أنه عمر البشير بكل مساوئه وعمر البشير بكل ما يحمله من طعنات طعن بها العروبة وطعن بها مصر وطعن بها يعني سوريا وطعن بها اليمن وطعن بها تقريبا كل الوطن العربي، خاصة كمان أنه أحد يعني المتعاونين أو المنتمين إلى تنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين. على الرغم من كل هذا إلا أنه وطبعا الطعنة الأكبر للسودان نفسها اللي تقسمت في عهده طبعا. إلى دولتين والشعب ما لسه هنقول بقى ولسه هنقول. وبالتالي على الرغم من كل هذا
إلا أن يعني عمر البشير والسودان في اللحظة الراهنة وما ينتظر شمال السودان أو يعني يعني بالنسبة لمصر بيشكل خطورة شديدة على الأمن القومي المصري، وبالتالي ما يحدث الآن في السودان ثورة محقة من شعب، يعني شعب الشعب السوداني عانى. مش إحنا اللي بنقول ده، محكمة العدل الدولية اللي طبعا أعلنته كمجرم حرب، لكن هو السؤال برضو اللي بيطرح نفسه دلوقتي وعايز أطرحه على حضرتك، هل وجوده في هذه الدول إن كانت سوريا إن كانت قطر إن كانت مصر يعني إن حكومات هذه الدول ستدعم حكومته في شمال السودان، ولا أنه ملوش علاقة وإذا حدث تغيير حقيقي هترحب هذه الدول بهذا؟ لا يعني أنا أعتقد أنه يعني ما يحدث في السودان الآن هو شأن داخلي، وبالتالي الدول التي تتدخل حتى الآن تمام، شأن داخلي، لكن إذا حدث التغيير بيد الشعب بيد الشعب السوداني أعتقد أن لن يدعمه أحد، لن تدعمه مصر، لن تدعمه لا قطر ولا غيرها، ومع أن قطر يعني بالنسبة لي، لكن أنا يهمني مصر وسوريا بشكل رئيسي، لكن قطر ما تهمناش. زي ما حضرتك تفضلت، هو ورقة في إيد أمريكا، وأول ما تخلص حكي من جارتي. أنا أعتقد كمان أنه ما يحدث هو مقدمات، يعني ما يحدث من إشعال النيران واشتعال النيران في السودان مرتبط إلى حد كبير بانتهاء الحرب في سوريا، لأنه العائدون من سوريا دول هيروحوا فين؟ زي ما قلنا هيروحوا فين من العراق؟ وقلنا مشكلة ليبيا تمام، فهو أمن قومي مصري يتم التآمر عليها من الغرب ومن الجنوب. صحيح، يعني إحنا دلوقتي في مأزق شديد، ومصر في مأزق شديد، وأنا أعتقد أن الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بيدير يقظ جداً ويقظ ليس من الآن طبعاً. خلينا نقول أن الجيش المصري منذ اللحظة الأولى، منذ انفجار الأحداث في المنطقة طبعاً، مع مطلع العام 2011 والجيش المصري يقظ للغاية ومتحسب طبعاً لكل خطوة. أعتقد كمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يعني مخابرات، يعني طبعاً هو الرجل كان يعني رئيس المخابرات الحربية المصرية، وبالتالي رجل معلومات، يعني يهمه جدا أو بيفهم جدا في المسألة. صحيح. دي وبقيت مصر على موقف النبيل طبعا الآن. أيوه. يعني وستظل يعني لا مصر بحيث أن التغيير يبقى بإيد الشعب، مش مصر تتآمر على حد. لا لا لا، مصر لا تتآمر على أحد طبعا. لكن مصر يهمها جدا أمن واستقرار ليبيا، أمن واستقرار السودان، لأن أمننا القومي. تيجي أمريكا سوريا وليبيا وتقول لك أمننا القومي أمريكا. أيوة. بالأولى أنت والسودان. صحيح. طيب خليني أسأل حضرتك عن حاجة برضو في السكة كده بس مهمة، هل بتشعر معي ببزوغ نجم جنوب السودان؟ على فكرة يعني في سفارة شفتها النهاردة في منطقة المعادي، سفارة جنوب السودان كبيرة محترمة فخمة، يعني يبدو في الأفق، وطبعا الرئيس كان هنا جنوب السوداني لسه الأسبوع اللي فات سلفا كير. بتشعر بزوغ نجم جنوب السودان كدولة تستطيع أنها بقى يعني في اتفاقية بترعاها مصر، وفي دعوة للرئيس السيسي أنه يحضر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لأول مرة في شهر 5 اللي جاي، يعني هتصعد جنوب السودان ربما على حساب شمال السودان أو مش على حسابها، لكن بتتوقع إيه؟ يعني جنوب السودان طبعا بتصعد وعندها إمكانيات كبيرة، عندها يعني موارد يعني ضخمة، وعندها ميزانية يعني كبيرة، وعندها موارد طبيعية يعني، بس الشعب في حالة صعبة يعني بسبب الاقتتال طبعا، الخدمات الرئيسية صعبة يعني جدا، يعني كهرباء يعني مية مجاري يعني ده تليفونات. صحيح، يعني هي دي أزمة مجتمعاتنا وأزمة مجتمعات العالم الثالث بشكل عام. أيوة. إنه بتبقى الحكومات إلى حد كبير عاجزة نتيجة إنه في ضغوط خارجية وفي فساد داخلي. خلينا نؤكد عليه إنه طبعا الفساد يعني الداخلي كبير، وهذا الفساد هو الاقتتال ده أكبر فساد أكبر داخلي طبعا في أي دولة، في أي دولة إنك تقنع الناس تقوم على بعض عشان تبيع لي ده سلاح وتبيع لي ده سلاح. صحيح. أنا مشكلتنا أو مشكلتي يعني اللي بتهمني قوي هو إنه السودان اللي هي امتداد الأمن القومي المصري طبعاً تم تقسيمه إلى دولتين ومرشح طبعا في سعي لتقسيمه تاني
تقسيم جديد، وبالتالي دي مسألة مؤلمة مؤلمة، لأنك بتتكلم بعد يعني بعد ما كان حلم الوحدة العربية هو الحلم اللي بيراودنا، أصبح الآن هو حلم التقسيم. لا مش بحلم التقسيم ده، احنا بنقول ازاي نحافظ على يعني سايكسبيكو واحد، يعني يا ريت نقدر نحافظ على سايكسبيكو واحد كي لا ندخل في مزيد من تقسيم المقسم وتجزيء المجزء. لأن هو ده المشروع. يعني خلينا نقول ان الربيع العربي المزعوم ده كان بيسعى بشكل أساسي إلى تقسيم المقسم وتفتيت المفتت. طيب المباحثات النهاردة فيها كلام مهم جداً عن مشروعات الربط الكهربائي، وعن مشروعات تنموية مصرية سودانية، عن مشروعات لها علاقة بالغاز، عن مشروعات مهمة بالطاقة. يعني أهمية ده إيه، وهيطمن مصر بنسبة قد إيه على أمنها القومي وعلى إنها ساعدت أشقائها؟ إحنا ننساش لغاية قريب قوي كان ملك اسمه ملك مصر والسودان. يعني صحيح، هو ده بقى، هو ده يعني هي دي يعني شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذكاؤه، وده دور الدولة المصرية التاريخي. إنه الدولة المصرية تتعامل مع أشقائها وتتعامل مع المشروعات الكبرى، بتتعامل مع السودان على إنها دولة ذات سيادة ودولة شقيقة ودولة لابد من أن يكون هناك تعاون، ودولة مؤسسات. دولة مؤسسات يعني إيه؟ يعني ممكن اللي حينفذ هذه المشروعات الذي تم الاتفاق عليها الآن أو اليوم مع عمر بشير أو رئيس آخر ما يهمناش، مش مهم ده. اللي يهمنا السودان. صحيح. السودان أن تبقى السودان بغض النظر عن من الذي يحكم السودان، تبقى السودان يعني متماسكة، تبقى السودان السودان يعني فيها نمو حقيقي طبعاً موحدة بعيدا عن أي، مستقرة إلى حد كبير، ويعني جيشها يعني يحافظ على ترابها الوطني، ويعني يدافع عن ترابها الوطني ولا يخرج للعمل كمرتزقة يعني في أماكن أخرى. كل ده مهم جدا. إلى جانب اللي يهمنا كمان الشعب السوداني يعلم أن مصر داعمة يعني استقراره وداعمة لتنميته، تنمية حقيقية، وجزء منهم عايشين وسطنا يعني. طبعا احنا عندنا جزء طبعاً. عندنا يعني اكتر من 2-3 مليون سوداني موجودين في مصر، وده ده وطنهم. يعني خلينا يعني ليست منا من مصر، ولكن مصر تتعامل مع كل من يلجأ اليها على او من يأتي يعني ليدق بابها على انه مواطنا مصريا. إيمانويل ماكرون زيارة شديدة الأهمية، القاهرة تستحوذ على أنظار العالم. صحيح. يعني إيمانويل ماكرون وجاي باتفاقيات اقتصادية قوية جدا، أول زيارة منذ توليه في عام قاهرة باريس الثقافي 2019. الرئيس زار فرنسا أكتر من مرة، العلاقات قوية جدا، في تعاون عسكري، في تنويع شراكة اقتصادية. صحيح. أهمية هذه الزيارة وتوقيتها. يعني أولا هي طبعا برضك في توقيت صعب قوي لماكرون نفسه طبعا. لأنه الراجل مأزوم زيه زي عمر، كل اللي زي عمر البشير، كل يعني اللي يحصل له اضطرابات في بلده يجينا يعني. بس خلينا نقول برضك أنه العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات متميزة طبعا. سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي. أيوة. يعني في علاقات ممتدة. أعتقد أن المشروعات اللي جاي بيها ماكرون مهمة جدا للاقتصاد المصري ودعم الاقتصاد المصري، وخاصة أنه يعني معلوم أنه مصر استطاعت أنها خلال الفترة الماضية أنها والرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها تنوع مصادر سلاحها، لم يعد السلاح الأمريكي هو سلاح اقتصادية. شراكة اقتصادية طبعا. جنب كده أنه في تنويع سلاح، وإحنا خدنا سلاح من فرنسا، من روسيا طبعا. وده كلام مهم جدا فيما يتعلق بالعلاقة المصرية الفرنسية. مصر بتتعامل بقى بندية. أيوة. هذه المرة يعني مش تنويع خاضع لا أو خانع. لا 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 خالص. يعني دلوقتي فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، يعني علاقات تمام. استراتيجية. هو ده. إلى جانب الأهم في هذه الزيارة كمان إنها بتأتي في لحظة فارقة بالنسبة لي يعني الحكم في فرنسا، ويعني الرئيس الفرنسي عايز يقول انه في ظل كل ما يصار بالداخل الا انه قادر شغال وقادر يزور ويعمل زيارات ويعمل شراكة اقتصادية ومشروعات كأول زيارة طبعا هيلتقي قداسة البابا توادروس، هيلتقي
أحمد الطيب كلهم في مكانه في الكاتدرائية وفي مشيخة الأزهر، حيزور كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم. ما هو ده الدور. يعني احنا خلينا بس نقول أن الاحتلال الفرنسي حتى زمان لما كان في احتلال أيام الاستعمار الفرنسي هو استعمار ثقافي، والفرنسيين يعني بكل مساوئه رغم رفضنا للاحتلال، لكن ما نقدرش ننكر مثلاً النظافة والمطبعة ولا نقدر ننسى وصف مصر. شغال طبعا. يعني خلينا نقول انهم يعني يعني بيهتموا جدا جدا بالبعد الثقافي، وبالتالي هذه الزياره يعني وبالذات زياره البابا توادروس والشيخ الازهر احمد الطيب، اعتقد انها زياره مهمه في اطار يعني تدعيم العلاقات الثقافيه ما بين الشعبين، وده كلام مهم جدا. يعني طيب خلينا اسال حضرتك عن يعني اعلن انه في، ويمكن كنا بنستعرض سلايدز دلوقتي واحنا بنتكلم عن اهميه هذه الزياره وايه اللي هيحصل فيها، فاعلن عن توقيع 30 اتفاقيه اقتصاديه بين مصر وفرنسا في هذه الزياره. يعني زياره الحقيقه مهمه جدا، فيعني ايه اهم يعني انا مثلا اهم المناحي الاقتصاديه اللي بتتصور يعني اهم من الحاجات المهمه جدا مشروع اللي جاي بيه، مشروع يعني نقل تكنولوجيا السيارات. أيوة. وخاصه بيجو ولا رينو عشان احنا لسه مش عارفين. والله يعني والله هو الاثنين مطروحين يعني ما قالوش لسه، ما حسموش المساله اني فيهم، لكن خلي يعني حتى انا كنت بسمع حضرتك بره وانت قبل وانت بتتكلم في المقدمه حوالين هذا الموضوع، وفي غصه في حلقي يعني النصر للسيارات. يعني هذا طبعاً. يعني مصر تحدثنا باستفاضه مع ايهاب سمره الخبير الاقتصادي يوم يعني الخميس اللي فات عن دوت وعوده شاهين يعني والنصر للسيارات. انا بقول اهو يعني الفيات اللي كنا بنعملها. تخيل مصر اللي يعني كانت بتسبق كوريا الجنوبيه. لو كنا بنينا على ده، ما هو ما بنيناش احنا. معلش الرئيس السادات جه ووقف هذه المساله وعطل حركه التنميه المستقله. عايز اقول لحضرتك احنا بنعيد انتاج السيارات في مصر، مش على مستوى التجميع، على مستوى التصنيع. ما هو ده بنقل النو هاو تكنولوجي من روسيا كمان، في عربيه روسيه جايه. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ده الجديد. يعني خلينا نقول انه يعني انا عايز اقول انه فكره تدخل الدوله. يعني احنا ما كان يحدث او ما حدث من نهضه حقيقيه في الستينات كان له ظروفه، يتم الان يعني تدخل الدوله ووضع يد الدوله في ودفع الدوله ورعايه الدوله للاقتصاد بشكل حقيقي، ورقابه من الدوله على القطاع الخاص برضك، لان ده مهم جدا. القطاع الخاص اشتغل، بس كمان لازم الدوله تبقى يعني عينها على القطاع الخاص، لانه بقاش الارباح فاحشه كده. لانه هذه الرأسماليه الفجه تتعرض اقتصاديات مصر اللي خليها تصدي وخليها ايوه يعني هو ده، ما ده اقتصاد مصر برضه صحيح. فاحنا مهم جدا انه الدوله تتدخل، وتدخل الدوله ورعايه الدوله للمشروعات القوميه الكبيره وحتى للمشروعات الاقتصاديه الكبيره، زي مشروع يعني هذه المشاريع اللي جاي بيها ماكرون، اعتقد انها هتكون مهمه، ولما بتتم على من خلال رعايه راس الدوله. يعني صبت. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده دور الدوله على فكره. هو يعني دور الدولة مش انها تبقى منتج بقدر ما ان هي تكون راعي وضامن ومشجع للاستثمار. هو ده خلي مخطط. خلي الدولة موجودة وحاضرة، لانه ما هو انت عارف، ما هو العكس، او يعني احنا فهمنا غلط، انه عكس الاقتصاد الموجه ان يبقى فيه اقتصاد حر الدولة ترفع ايديها. يعني ترفع ايديها يعني ايه؟ يعني ترفع ايديها تبقى يعني الدنيا سداح مداح. يعني يبقى عندك 30 واحد بيشتغلوا في نفس الحاجة وبقية الصناعات مش عندك. هو عندك شمال صناعتك الوطنية. صحيح. يبقى هنا هو التدخل، الدولة لابد ان الدولة تبقى متدخلة، لابد ان الدولة تبقى حاضرة، لابد ان الدولة تبقى راعية. وبالتالي انا بشوف انه ما يتم الان هو اعادة تصحيح للمصر. طيب. ويعني كلام مهم جدا على مستوى نهضة اقتصادية. ايه تاني غير صناعة السيارات متوقعين يعني يحصل في يعني تبادل اقتصادي؟ انا اعتقد انه في طبعا مشروعات على المستوى التجاري، في تبادل تجاري كبير ما بيننا وما بين يعني فرنسا بيتم خلال الزيارة، اعتقد ده هيبقى برضك من ضمن الحاجات اللي يعني اهم ملامح الانتاج او التصنيع الفرنسي اللي احنا محتاجينه في مصر غير السيارات. يعني احنا محتاجين طبعا، احنا محتاجين على يعني محتاجين يعني كمان تبادل ثقافي، جامعات يعني حاجات كده يعني فرنسا يعني متميزه قوي في الحته. صحيح. بس للاسف الشديد يعني انت شايف يعني احنا عندنا تعثر حقيقي
على هذا المستوى يعني. خلينا نقول انه على المستوى الثقافي رغم ان احنا عندنا اهم معرض للكتاب في المنطقه يمكن كمان في العالم معرض القاهره الدولي للكتاب يعني هذه الايام، الا ان عندنا مشكله في التعليم، عندنا مشكله حقيقيه في التعليم وعندنا تخبط في هذه التجربه يعني مش عارفين ناخد نموذج. بس ما قلتليش ايه الملامح الاقتصاديه اللي احنا منتظرين ما هو المتميز في فرنسا اللي احنا نقول لهم تعالوا زي ما رحنا سنغافور كده قلنا له يا سنغافور انتم متميزين قوي في المواني والسفن ادونا الخبره دي، رحنا الصين واليابان يعني قلنا لهم التعليم يعني وهكذا. ما احنا قلنا يعني احنا قلنا انه اهم تكنولوجيا ممكن يقدموها لنا هي تكنولوجيا تصنيع السيارات دي بشكل رئيسي. تمام. لانه هم كمان الحاجات الاخرى يعني في دول اخرى اكثر تقدما يعني رأيك. المانيا طبعا يعني. في رايك كيف ستستوعب فرنسا وإيمانويل ماكرون بالتحديد بعد ما اتهم بالتعالي والصلف ان هو ما كانش موجود وقتها وما جاش لما بدات حركه السترات الصفراء ولما جه تعالى من وجهه نظرهم ولم يخاطبهم من قصر الشعب او من الإليزي ايه يعني كيف ستحتوي فرنسا في موقف برضو حرج في بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن الإجراءات اللي عملتها هترفع نسبة التضخم بما يفوق اللي متفقين عليه في الاتحاد الأوروبي 3% ويعني هي عندها أزمة يعني هتضطر دول أخرى بقى أنها تدعم زي اليونان بقى وقص يعني إيه اللي متوقع لحركة الاحتجاجات بتاعت سترات الصفراء؟ يعني أنا أعتقد أنه هذه الحركة مستمرة والولايات المتحدة الأمريكية بتدعم فيها لأنه الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بتتكلم على أن الاتحاد الأوروبي لابد أنه وطبعا فرنسا في المقدمة لابد أنه يدفع تمن. إيه هو التمن اللي هيدفعه؟ التمن اللي هيدفعه أنه يعني حلف الناتو نفسه ما بيدفعوش تمن الحماية وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بتضغط على يعني حلفائها الرئيسيين ومنهم فرنسا. فرنسا طبعا في مأزق شديد والشعب الفرنسي شعب واعي وأعتقد أنه فكرة أنه يعني الحاكم يتعامل معاه على أنه يعني من فوق زي ما بيقولوا ده كلام مرفوض بالنسبة آخر سؤال بيقول لي لازم تختم بس أنا عندي سؤال مهم. فرنسا في موقف مش لطيف مؤخرا بسبب استمرار وجودها وإصرارها على الوجود في ليبيا وإنها مكلبشة في مصالحها في ليبيا رغم أن الملف الليبي ما بتقدمش سياسيا، الجيش الليبي ممنوع من مازال ممنوع من استيراد السلاح، عايزين كلهم يبرشطوا على البترول الليبي ويخربوا أي حاجة. أكيد وجود ماكرون في مصر هيبقى في حوار حول هذا. أنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيفتح الملف ده لأنه ليبيا بالنسبة لمصر هي الامتداد للأمن القومي من يعني البوابة الغربية وبالتالي يعني مصر تسعى بكل جهدها لحل الأزمة الليبية لأنه بالفعل دولة عربية تم نهب ثرواتها وللأسف الشديد فرنسا واحدة من هذه الدول الاستعمارية التاريخية اللي ما زالت لديها هذه النزعة الاستعمارية وبالفعل ماكرون يعني يسعى لنهب ويعني سرقة ثروات الشعب الليبي وهذا مرفوض بالنسبة لمصر وبالنسبة لي يعني كل الدول العربية. بشكر حضرتك جدا أستاذ دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي ودلوقتي هيكون عندنا فاصل قصير عبارة عن إطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو للعلوم عام حتى عام 2030 وبعدها يشرفنا ضيفنا القادم في النور خليكم معنا. في النور الحقيقة تبان.